إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، يتعالى على الخلق وأن يغمط الناس وأن لا يقبل الحق. فالمتكبر لا يقبل الحق، لذلك قال الله تعالى عن الكفار: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والحرص أن تحرص على الدنيا أو على شيء من لذاتها وأن تتعلق بها. قال: والحرص وهو الذي أخرج آدم من الجنة، لأن إبليس قال له ولحواء عليهما السلام: هل أدلكم على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فلما كذب على آدم وعلى حواء وأكلا من الشجرة أخرجهما الله تعالى إلى الأرض. والحسد، ثم تاب الله تعالى على آدم وعلى حواء عليهما السلام. والحسد وهو الذي جر أحد ابني آدم على أخيه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين، إلى آخر القصة. فلما تقبل الله من أحدهما ولم يتقبل من الآخر بسبب أن الأول كان من المتقين والآخر لم يكن كذلك، حسده حسد غير التقي التقية، ثم تجرأ عليه حتى قتله بسبب الحسد. الحسد والحسد تمني زوال نعمة الله عن العبد، عن الغير، عن المحسود، أو السعي في زوالها، أو كراهية نعمة الله على الغير. والحاسد لا راحة له إلا عند زوال النعمة عن المحسود، وهذا مرض من ابتلي به فقد ابتلي بأمر عظيم. تحسد. طيب، علاج الكبر شنو؟ وعلاج الحرص شنو؟ وعلاج الحسد شنو؟ أما الكبر فعلاجه بأن يعود العبد نفسه على قبول الحق، ويعرف أن نجاته في الدنيا والآخرة بقبول الحق، فيقبل الحق ولا يرفضه، ويعالج نفسه من الكبر بأن يتواضع للناس. ما هو السبيل إلى التواضع وإلى قبول الحق؟ أن يعرف أن النجاة في قبول الحق فيتواضع، كما قال الله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. انت لما تعرف انه ان تقبل الحق بتنجو وبتدخل الجنة، كذب تعود نفسك على قبول الحق، وهنا تركت الكبر. لأن الكبر بطر الحق وغمط الناس، زول بيرفض الحق وبحقر الناس،
عشان تعالج الصفة دي أول شيء الجزء الأول من الكبر، بطر الحق، رد الحق. كيف تعود نفسك وما الدافع الذي يجعلك تترك هذا الكبر وبطر الحق؟ هنا الدافع أن تعرف أن هذا الحق هو سبب لنجاتك، فإذا عرفت أنه سبب لنجاتك وأنه السبب لدخول الجنة قبلت الحق. فإذا عودت نفسك على قبول الحق تخلصت من الجزء الأول من الكبر. بقي الأمر الثاني وهو غمط الناس، احتقار الناس. كيف يعالج هذا الأمر؟ يعالجه بأن يعرف أنه ناقص، أنه ناقص، وأنه في يد الله تعالى وفي قبضته. فقد تجد فلانا وتحتقره وهو عند الله خير منك، فتعرف أنك في قدر الله وأنك في قبضة الله سبحانه وتعالى وأنك في تصرفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم، فوالله الذي لا إله غيره، فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث. والحديث الآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن رجلين كان أحدهما يعمل بطاعة الله وكان الآخر يعمل بمعصية الله، فكان المطيع يمر بالعاصي فإذا وجده في معصية زجره أو وعظه حتى يبكي ثم يعود إلى المعصية. فمر به ذات يوم فوجده يعصي الله فقال: والله لا يغفر الله لك، أي من شدة غضبه قال: والله لا يغفر الله لك. فقال له: أبعثك الله علي رقيبا؟ فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال كلمة أوبقت عليه دنياه وأخراه، أهلكته في الدنيا والآخر. ابن عثيمين قال: ما أي زول بيقول العبارة دي، ما أي زول بيتألى، يعني يقول كلاما فيه تألي أنه متألي. قال: لأن هذا الرجل قال هذه العبارة هذه الجملة وفي نفسه عجب. الزول اللي قال العبارة دي لو غضب لله بس الله كان يتجاوز عنه، الله كان يتجاوز عنه. انت ما بجوز لك تقول فلان الله بيغفر له ولا فلان الله ما بيغفر له إلا بدليل. لكن لو قال الزول والدافع الغضب لله تعالى، غضبان لله بس، غضب صافي لله تعالى، وقال الكلمة دي، فإنه لا تحبط أعماله، لكنه الواجب عليه لا يقول مثل هذا الكلام. لكن لو قاله من شدة الغضب لله تعالى فإن أعماله لا تحبط أو لا تحبط بمجرد هذه الكلمة. لكن هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة، قال ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين، قال هذه الكلمة وفي نفسه عجب، يعني أنا زول عابد وإنت مصر على المعصية، وأنا زول تمام وإنت مصر، عشان كذا قال له الله ما بيغفر لك. لكن لو زول غضبان لله غضب شديد وعمل مخالفة، ما مجرد المخالفة دي بتحبط شنو العمل، وإنما الواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى. بهذين الحديثين الأول والثاني
يتبين للعبد أن الواجب عليه أن يتواضع لله وأن لا يحقر غيره، فإن هذا لما حقر أخاه أحبط الله عمله وغفر لأخيه. والأول الحديث الأول بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم يختم له بسوء الخاتمة بسبب دسيسة في قلبه، وأن الآخر قد تراه وتظن فيه الشر وهو عند الله من السعداء. فالواجب عليك أن لا تحقر أحدا من الناس، ما تحقر زول، زول كذي تحقر وتشوفه هذا زول بيصلي زيك وموحد، وإنت تشوف نفسك بتقول أنا والله بصلي بالليل والزول لا بيضحك كثير والزول لا غافل وأنا ما شاء الله تمام وأنا يوم القيامة بكون فوق وبكون تحت. قال لك منو؟ في حاجة اسمها الرحمة، بحاجة اسمها الفضل، فضل الله يؤتيه من يشاء، قد يتفضل الله على فلان فيرفع درجته، وأنت لا يظلمك الله وإنما يحاسبك بالحسنة يمن عليك بالثواب بعشر أمثالها، لكن فلان يرفع درجته فضلا منه سبحانه وتعالى. انت ما تحقر زول يقول والله ده وده كذا وده زول هناي ده زول مسكين سايخ شغال موظف وانا ما شاء الله وانا فوق وعائل لبي طرف عينه. يا زول انت ما تتكبر، تتواضع لله سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. زول ينكسر لله ويتواضع لله سبحانه وتعالى ويعود نفسه على قبول الحق. طيب الحرص، كيف يعالج العبد الحرص؟ الحرص على الدنيا يعالج الحرص بالزهد. وكيف يزهد؟ بأن يعرف حقيقة الدنيا وأن يعرف عظمة الآخرة. الدنيا دي على زوال، لو بقيت ملك في ملوك ماتوا زي فرعون، ولو بقيت غنيان في ناس أموالهم أكثر منك زي قارون، ولو بقيت قوي في ناس أقوى منك زي قوم عاد، ولو بقيت جميل في ناس أجمل منك. أيوة، وفارقوا الدنيا جميعا. شكيت الدنيا دي بتفارقة إن طال الزمان أو قصر، ما عندك شيء الآن تستوجب به الخلود في هذه الحياة الدنيا تتفضل به على من سبقك. يعني أنت دار تقعد فيها لمتين عشان صالح الرسول فارقه صلى الله عليه وسلم، حريص عليها، في ناس كانوا حريصين على وماتوا، ماتوا الموت بيجيك في محلك. فما تتعلق بالدنيا لا بالأولاد لا بالمساكن لا بالمطاعم ولا بالمراكب التي تركبها ولا ولا ولا، وإنما تزهد في هذه الحياة الدنيا بأن تعرف ما أعده الله تعالى للمؤمنين في الآخرة. قال تعالى في سورة النساء: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. قال ابن كثير: آخرة التقي خير من دنياه. طيب ثلاثة قال: والحسد، فإنت ما تحرص على الدنيا بتزول منك، والليلة إنت غني بكرة فقير، الليلة عندك صحة بكرة بتمرض، شكي تزهد. شكي عمر بن عبد العزيز قال لمن حوله: ما أنا على صحبتكم بحريص، ما أنا على صحبتكم بحريص. يعني لازم تفارق الدنيا. ورب العزة والجلال قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ترمي قدام تتذكر الآخر. طيب قال: والحسد، الحسد يعالج بأمور، منها
أن تحسن للمحسود، لو زول أنت حسدته أحسن له وطايبه، ده بعالج الحسد. وتتذكر أنك إذا حسدته على نعمة فعند الله هذه النعمة. أنت حاسده على شنو؟ قروش؟ الله عنده أكثر من قروش دي. أسأل الله والله اللي اداه قروش، أنت أسأل الله، أدعو الله سبحانه وتعالى. وتعلم أن هذه الدنيا على زوال، هذا مما يعين على التخلص من الحسد، أن تحسن إلى المحسود، وأن تدعو الله تعالى أن ينعم عليك بهذه النعمة التي حسدت وعليها. ثالثا أن تعلم أن هذه النعمة ابتلاء، بعض الناس يبتلى بالفقر وهو خير له، وبعضهم يبتلى بالغنى وهو خير له. رابعا أن تزهد في الدنيا، لأنك إذا حسدته على أمر دنيوي هذا يدل على أنك تتعلق بالدنيا، فإذا زهدت في الدنيا لم تحسده. زول زاهد في المال بيحسد له زول بتاع قروش؟ ما بيحسده. وهكذا. وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعافيك، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال: فمن وقي شر هذه الثلاثة، الكبر والحرص والحسد، فقد وقي الشر، فقد وقي الشر. قال: فالكفر من الكبر، الكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص. زلس الحريص على المال يأكل بالحرام، المهم شيل الرشوة إلى آخره. والبغي والظلم من الحسد، مما تحسد فلان بتظلمه. قال: جعل الله بحكمته كل جزء من أجزاء ابن آدم ظاهرة وباطنة، أي من الأجزاء الظاهرة والباطنة، آلة لشيء إذا استعمل فيه فهو كماله. أي جزء من أجزائك ده آلة، والآلة دي في شيء معين، إذا أنت استعملت الآلة دي فيه بقودك للكمال. قام ضرب أمثلة، قال: فالعين آلة للنظر، يا تنظر للحلال يا للحرام، يا تنظر لشيء يقربك لي الله ولا تنظر لشيء يبعدك عن الله تعالى. قال: والأذن آلة للسماع، فإنت تنظر لشيء يقربك لي الله، تقرأ الكتب، تقرأ القرآن، تتدبر في الملكوت في السماوات والأرض إلى آخره، تستخدم البصر ده في طاعة الله سبحانه وتعالى، في طاعة الله. والأذن آلة للسماع، وتسمع الغنى وتتأثر بالغنى وبالكلمات السيئة، المجالس التي تكون محسوبة على العبد يوم القيامة، تشغل القرآن، تسمع، شغل محاضرات دروس، تسمع، تحرص على مجالس الخير. قال: والأنف آلة للشم، فواحد أعمى قلت له: إنت الله عافاكم من البصر، تراه في فتن كثيرة. قال: لي الشم ده نسوي لجنة. والله. قال: واللسان للنطق، واللسان للنطق، لسانك ده تنطق به في الخير، تسبيح والاستغفار، تلاوة القرآن، كلمة الحق، دعوة إلى الله تعالى إلى آخره. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقولوا للناس حسنا. والفرج للنكاح، واليد للبطش، فتبطش في سبيل الله سبحانه وتعالى، وفي إحقاق الحق وإبطال الباطل، لكن البطش المشروع. والرجل للمشي،
تمشي بها إلى الدروس وإلى المساجد وإلى صلة الأرحام وإلى الجيران إلى آخره. والقلب للتوحيد والمعرفة، توحد الله بقلبك وتعرفه سبحانه وتعالى. قال والروح للمحبة، فتحب الله وتحب في الله، تحب الله سبحانه وتعالى وتحب أخاك في الله سبحانه وتعالى. والعقل آلة للتفكر والتدبر لعواقب الأمور الدينية والدنيوية. الله اداك العقل، ما تبقى زي الزول اللي ما عنده عقل. قال وإيثار ما ينبغي إيثاره، الزول اللي عنده عقل بيقدم الشيء الذي ينبغي أن يقدم، وإهمال ما ينبغي إهماله، مثال في الآخرة ومثال في الدنيا. العقل ده، والعقل كما قال بعض أهل العلم كما قال الكثيرون هو في القلب، واستدل بقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الناصية في الرأس، الناصية لنسفعن بالناصية، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. والعقل في القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طيب، مثال للآخرة، أن يؤثر العبد لذة الآخرة على لذة الدنيا، يعني عرضت عليه معصية وهو يعلم إذا وقع في هذه المعصية ضاعت عليه لذة الآخرة التي قد تشبهها نوعا ما في الإثم إلى آخره. مثال، الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة في الدنيا لا يأكل ولا يشرب في آنية الذهب والفضة في الآخرة كما في الحديث، فيترك الأكل والشرب في الدنيا في آنية الذهب والفضة. لماذا؟ لأنه آثر لذة الآخرة على لذة الدنيا. مثال في الدنيا، إنسان يريد أن ينام ويريد أن يكسب الرزق المال، فيترك النوم ويستيقظ مبكرا من أجل العمل، من أجل كسب المال، فيؤثر المال على النوم، وهذا كله بسبب العقل. طيب الكلام ده يا جماعة، الكلام ده فائدته شنو؟ فائدته باختصار، الله اداك نعم، اداك السمع والبصر والقلب والعقل، واداك إلى آخره، وما بكم من نعمة فمن الله. النعم دي تشكر الله، تصرفه في الطاعة. عندك شيء مباح، ما في زول بيسألك، تأكل وتشرب وتتزوج وتسكن وتضحك وتتونس وإلى آخره، الشيء المباح، لكن تعرف انه النعم دي تصرفها في الطاعة ما تصرفها في المعصية، وده من الشكر. قال أخسر الناس صفقة، الصفقة دي ما في البيع والشراء، قال لك أخسر الناس صفقة من اشتغل عن الله بنفسه، بلا يشوف البرد الله بقى يشوف البرد نفسه وبيعمل فيه بيعمل بيه. قال بل أخسر منه من اشتغل عن نفسه بالناس. زول عصى الله أو ما أطاع الله، ليه؟ لأنه شغال بالدنيا، دار يتلذذ في الدنيا، ده خسران. وأخسر منه
الزول الشغال عن الله وعن نفسه بالناس تعبان، وتعبه ده لبرضي الله لبريحه، بريح الناس بس. وانت لو عملت شيء انفع الناس عملته لله تعالى فإنك تؤجر عليه، تؤجر عليه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وبداية الحديث معروفة، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. فإنت ما تشتغل عن الله بنفسك، وما تشتغل عن الله وعن نفسك بالناس، وإنما الواجب عليك أن تشتغل بما يرضي الله وبما يجلب لك النجاة في الآخرة وبما يجلب لك رضا الله ودخول الجنة. ولا يمنع هذا أن تعين الناس في الخير، بل هذا من أسباب النجاة، لكن تحتسب به وجه الله، تحتسب به ما عند الله سبحانه وتعالى، ترجو به ما عند الله. قال بيتكلم عن معنى تكفير الأعضاء للسان في الحديث، قال في السنن من حديث أبي سعيد يرفعه، أي يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. ده حديث خرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، بشرح لك معنى تكفر اللسان، فتقول اتق الله فينا، الأعضاء اليدين والكرعين واليدان والرجلان، اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع لهذا اللسان، وتقول له اتق الله فينا، فإنما نحن بك، أي نجاتنا بك بسببك وهلاكنا بسببك أنت أيها اللسان. فإن استقمت، إن استقام اللسان استقمنا، استقامت الجوارح، وإن اعوججت ملت اعوججنا، أي ملنا نحن أيضا. قال ابن القيم قوله تكفر اللسان قيل معناه تخضع له، وفي الحديث أن الصحابة لما دخلوا على النجاشي لم يكفروا له، أي لم يسجدوا ولم يخضعوا له، لم يخضعوا. ولذلك قال له عمرو بن العاص أيها الملك إنهم لا يكفرون لك، وإنما خضعت للسان، أي هذه الجوارح خضعت للسان لأنه بريد القلب وترجمانه. والواسطة بينه وبين الأعضاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القلوب قدور والألسنة مقارفها. اللسان ده بمرق الشلف في القلب، وبيسوى اللسان ده الله بنجيك، وبيسوى اللسان الله بيهلكك. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه، وفي رواية وإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة بس تقولها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلمة تقولها الله يرضى عليك، موقف بس كلمة. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. وزول يقول لك كلمة الله يغضب، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا
لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. قبل يوم ولا يومين في البحر، كنا في بورسودان في البحر، ناس بيعوموا جوا، واحد سبل الثاني دين جوا في البحر، في أي لحظة كان ممكن شنو يغرق يبقى مارق. قلت له أزول أزول لما تسيب بلدين، قلت له كلام ثاني برضو، الدين ذنبه شنو؟ الناس اللي يسبوا الدين ذنبه شنو؟ الدين زول الشكل مع زول ولا زول زعله، الدين ذنبه شنو؟ انت هذا الزول زعلك يا اخي مشكلتك معه، وقول له اضانك كبيرة ولا نبذ في حاجة بتقدر عليه من غير ما تظلم، اضانك كبيرة ذات مشكلة انت ما. لذلك الزول يا جماعة ما يقول كلمة الله يغضب عليك بسبب كلمة. رب العزة والجلال قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. قال ابن تيمية: اختلف العلماء، قال هذا في كتابه كتاب الإيمان وهو الجزء السابع من الفتاوى، قال اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل المقصود في هذه الآية الكلام الذي هو من جنس الحسنات والسيئات، والذي تترتب عليه الحسنات والسيئات، أم أن المقصود كل كلام يتفوه به العبد؟ هل الملك ده بس بيكتب ده كلام من جنس الحسنات يقوم يكتبه، والكلام اللي فيه خير وبيوجب الحسنات بفضل من الله تعالى يكتب زي سبحان الله يكتبه، ولا كلام فيه سيئات زي السب ده والنبذ ولا وسب الدين إلى آخره، كفر مرة واحدة ردة، هل ده بس المقصود ولا أي كلام؟ حتى قول أكلت شربت، قال ابن عباس: حتى قول أكلت شربت دي مكتوبة. قال شيخ الإسلام: وحتى الكلام فيما لا يعني. جيت ماشي ببيت قعدت تقول والله البيت ده عرش زنكي، زنكي ده حار كان يسووه خشب ولا يسووه عقد، ده برضه مكتوب. قال ليه مكتوب؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله من حسن إسلام المرء دل على أن الإسلام منه ما هو حسن، الإسلام ده ما هو كله حسن كدين، لكن الزول ذاته إسلامه، إسلام الزول منه ما هو حسن ومنه ما هو دون ذلك، والذي يزيد في هذا الجانب وينقص انشغالك بغيرك أو عدم انشغالك بغيرك بما لا يعنيك، أي عند غيرك. يعني أنت لما شنو تقول البيت ده كذا والبيت ده كذا، الشيء ده ما بيعنيك، ده بنقص من حسن الإسلام. لو أنت قبل ما اشتغلت به ده بزيد في إسلامك، في إسلامك. عشان كده قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، الشيخ عبد المحسن العباد قال: وهذا الحديث فيه أن من حسن إسلام المرء انشغاله بما يعنيه، طالما من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يبقى من حسن إسلامه انشغاله بما يعنيه. ما الذي يعنيه؟ يعنيه طلب العلم وعبادة الله وتبليغ دين الله سبحانه وتعالى، اجتهاد في الطاعة، تلاوة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين، الذكر، الاستغفار، التسبيح إلى آخره. فاللسان ده تبقى عليه عشر، تبقى عليه ألف حديث يا أخي. في ناس يا أخي واحد تلقى لسانه بيجي يقول لناس كلام، بيغادي يقول كلام. رسول عليه الصلاة والسلام قال كما في المسند لأبي يعلى وفي الأدب المفرد للبخاري من رواية عمار بن ياسر رضي الله عنهما
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة. كان ذو لسانان من نار يوم القيامة. ويجي ليديل نقول لهم كلام، ما هي كلام بتسمع وتنقله لفلان، لأنه في كلام بيجيب مفسدة. رسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. وما شايف إنه كبير، أو ترك الشدة ما كبير ما صعب، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنجي من بوله، وأما الآخر وده علاقته باللسان فكان يمشي بين الناس بالنميمة. النميمة نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. ما هي كلام تسمعه زول قال في زول كلام، تمشي برمة الكلام طق تشيل تودي له وكامل، لا تشيل الكلام السمح تودي الكعب تحذفه تموت بيته، ما تمشي تنقل، ده من أسباب عذاب القبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ثابت كما قرر الألباني وهو في سنن أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، يخمشون وجوههم وصدورهم، ناس بيتعذبوا في البرزخ في القبر. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ظلم ساي، شكاية اللسان ده خطير، لسان خطر. رسول عليه الصلاة والسلام قال في سنن الترمذي وثابت كما في صحيح الجامع من رواية معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. لسان ده خطر مرة واحد، ما هي كلمة بس جات في راسك تقولها، ولا داري ضحك الناس يقوم يقول لك كلام. رسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي يكذب ليضحك الناس ويل له ويل له. بس لقى له نكتة طوالة يشيلها، هو فلان قال كذا وبتاع النكات ذاك بتاع اللي بيجيبوه في البص، وذاك قال كذا وذاك قال كذا، وبس يقول. وقاعدين ماشيين في الشارع برضه شغالين يغنوا، لسان فك ساي يغني به، يا زول انت بتغني ساي؟ والله يغنوا ساي. الرحلة طويلة والدنيا حزينة، يا زول يوكت حزينة انت مالك وخاربة زيادة، وقلنا كلام فارغ ساي. اللسان ده زول يحفظ، واحدين كمان بالضحك يوم القيامة أوزار ثقيلة جدا، يقول لك فلان من القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية كذا، يوم القيامة يجيبوا لك القبيلة دي تشت، انت بتقدر على الشغل؟ لا، بس بكلمة بس في مجلس عشان يضحكون، القبيلة الفلانية والقبيلة الفلانية وديك كلامنا يا جماعة كله خطر. الزول يتقي الله في لسان. إذا كان عائشة رضي الله عنها، حديث ذا ورد الإمام النووي في رياض الصالحين، عائشة رضي الله عنها ذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم صفية وهي زوجته، صفية بنت حيي، فقالت: حسبك من صفية أنها كذا، حسبك من صفية أنها كذا، يعني قصيرة. هذه كلمة بعدوها نبز عندنا نحن، ولا بعدوها مش نبز، بعدوها تنقص. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. بحر، قال النووي: مزجته أي غيرت طعمه ورائحته. بحر كله يخرب بس بكلمة حسبك كذا. وهي رضي الله عنها ما قصدت يعني ما يقصده يعني من يريد التنقص ومن يريد الإساءة ومن يظلم ومن ومن إلى آخره، وإنما كعادة عامة كعادة المرأة إذا ذكرت ضرتها، وهي لم تقصد الظلم، قالت: حسبك من صفية أنها كذا.
فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر إلى مزيد. قال النووي تعليقا على هذا الحديث: وهذا الحديث من أبلغ الزواجر عن الغيبة. الزهلة يا جماعة أي كلام دار يقوله يركز فيه، كلام بغضب الله ما تقوله، لا بيضحك لا جادي، كلام فيه فتنة بين الناس، ما فيه مصلحة شرعية ولا فيه كذا ما تقوله. غيبة ساي ونسى، مش ليه مصلحة شرعية، غيبة ونسى ساي، ما تغتاب، ما تنقل كلام تفسد بين الخلق، اتق الله في لسانك، ما تضحك الناس بالكذب وإلى آخره. زول يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، سبح واستغفر واقرأ بالقرآن وانشر بالخير، اللسان ده انشر بالخير. طيب، قال في ذكر فائدة أيضا في الإجمال في طلب الرزق. في ناس بيدعوا بيفصلوا في الدعاء، انت ما تفصل في حاجات كذي، ما تفصل فيها، أجمل في الطلب، خلي طلبك من غير اعتداء. وبعدين خلي مجمل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب شنو؟ النار. في ناس تلقى يدعو: اللهم تقبل صيامنا كويس، وقيامنا كويس، وركوعنا وسجودنا. هذه دي ما داخلة في قيامنا، صح ولا ما صح؟ وفي زول بيقبلوا ركوعه وما بيقبلوا سجوده. في حاجات ما تفصل فيها: اللهم ارحمنا عند الموت، مش واضحة؟ وعند حشجرة الصدور، وعند النزع، وعندما ينزل الملائكة، ده ما كله في الموت. فانت ماذا؟ انت اجمل في الطلب، اجمل. ما عليش انت لو عندك شيء معين انت محتاج، مثلا بتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الدنيا حسنة دي داخلة فيها إصلاح الذرية وإصلاح الزوجة والصحة والعافية والمال والمسكن و و و و إلى آخره، كلها داخلة فيها. ده ما دعاء مجمل أو عام. أنت مرات بتحتاج لشيء مخصص، شيء مخصص بعيني، معليش دي أنت ممكن تطلبه خاص. يعني زول معافى بس عنده مشكلة في البصر، ده ممكن يخصص هنا: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ده الدعاء العام. تاني يجي يخصص: اللهم أصلح بصري، اللهم أصلح بصري، وتثني على الله كما قال إمام محمد أمان الجامي في شرحه للواسطية، قال: أنت تثني على الله وتصف الله بصفات الكمال في مقدمة دعائك، أو تعمل العمل الصالح قبل الدعاء. واستدل بحديث الرجل الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتي الميضة وأن يتوضأ إلى آخره. فأنت تثني على الله وتدعو، لكن التفصيل الكثير ده ما بتحتاج له. الله تعالى يعلم ما في نفسك، أنت أدعو بالعموم بالخير، أما إذا احتجت شيئا مفصلا ففصل، ففصل. لكن الأفضل إنك شنو؟ تعمم. لكن في شيء مفصل أنت محتاج له وبعيني الآن، أنت أدعو به كذا. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها. قال: لا، بين مصالح الدنيا والآخرة، انتهى. قال: ونعيمها ولذاتها إنما ينال بتقوى الله. الواو هنا استئنافية، ما واو عطف، دي تستأنف يعني جملة جديدة. ونعيمها ولذاتها إنما ينال أو تنال بتقوى الله. يعني لما قال فاتقوا الله في الحديث، الحديث هنا قال أخرجه ابن ماجة وصححه الألباني، صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، وأيضا هذا الحديث
في السلسلة الصحيحة، وأورده البغوي وأورده ابن أبي شيبة في المصنف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أو روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فاتقوا الله نفي إصلاح الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، العاقبة في الدنيا والآخرة للمتقين. وقال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى صاحب التقوى. وقال: وإن منكم إلا واردها مار فوق جهنم لوعلى الصراط كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الزول يا جماعة التقوى دي الله بنجي بها في الآخرة، ده أمر الآخرة، عشان كده الرسول أمر به وقال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. أنت تجمل كلامك يكون مجمل، وكلامك كمان يكون من غير اعتداء، يكون من غير اعتداء، يعني ما تعتدي في الدعاء، ما تقول: يا رب أسألك شرب الخمر، ده اعتداء، أو أسألك أن أكون نبيا، ده اعتداء. وأيضا هذا الحديث فيه: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أن تتقي الله في طلب الرزق، فلا تطلب الرزق بالحرام، لأنه باقي الحديث: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق. استبطاء يعني ولا يحملن استبطاء الرزق أحدكم، ما قال ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق، يعني كون رزقك ده جاء بطيء ما يحملك على انك شنو تطلب بالمعصية، وإنما تتقي الله. ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده، أو فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، بين مصالح الدنيا والآخرة، مصالح الدنيا في الإجمال في الطلب، مصالح الآخرة في التقوى. قال: ونعيمها ولذاتها إنما ينال أو تنال بتقوى الله. لو دار نعيم الدنيا ولا نعيم الآخرة، ولو دار لذات الآخرة تنال بتقوى الله تعالى. قال: وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب. الفوق دي للآخرة التقوى، وللدنيا الإجمال في الطلب، تسأل الله وتعمل السبب. فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب استراح من كد من نكد الدنيا وهمومها. قال: فالله المستعان، قد نادت الدنيا على نفسها لو كان في ذا الخلق من يسمع، كم واثق بالعيش أهلكته وجامع فرقت ما يجمع. الذي يطلب الدنيا ويسعى من أجل الدنيا ويهمل الآخرة فإن الدنيا تتعبه. أيوة. ذكر فائدة في المأثم والمغرم. قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المأثم والمغرم، أي في الحديث الذي في البخاري ومسلم،
فأنت تستعيذ بالله تعالى من المأثم والمغرم. المأثم أي من الأمر الذي فيه إثم، فيه ذنب. والمغرم أي إذا انتصر المسلمون على الكفار كانت لهم الغنائم، وإذا هزموا كان في هذا المغرم. المغرم وأصل المغرم من الملازمة، ملازمة للخسران. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ولك الشدة أزول غرامة هنا أي عذابا ملازما. ولك الزول ده غرموا ده معناه خسران. قال فإن المأثم يوجب خسارة الآخرة، الذنوب والآثام والخطايا والمعاصي، والمغرم يوجب خسارة الدنيا. زول غرموا ده بيدفع مال، المهم خسران في الدنيا. فالإنسان يستعيذ بالله تعالى من شر الدنيا وما يعقب شر الآخرة ومن شر الآخرة. قال فائدة في الجهاد سبب الهداية، أي إذا جاهد العبد نفسه وجاهد الشيطان وجاهد العدو وهكذا فإن هذا سبب للهداية. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. علق سبحانه الهداية بالجهاد. الجهاد بذل المشقة، بذل الجهد أو الجهد والمشقة. الزول داير يصل للحق بجاهد نفسه ويتعلم ويجاهد الشيطان، لأن الشيطان بيدعو له طريق الشر، وبجاهد دعاة الباطل لأنهم يدعونه إلى الباطل وإلى الضلال، ويجاهد الكفار يجاهدهم. الجهاد منه ما يكون بالسيف والسنان، ومنه ما يكون بالحجة والبيان، ومنه ما يكون ببذل الجهد للوصول للحق. قال علق سبحانه الهداية بالجهاد، فأكمل الناس هداية أعظمهم جهادا، وأفرض الجهاد جهاد النفس. أفرض الجهاد من الفرض، ولكن أفضل الصواب أفضل، وقد توجد أفرض، ما عارف أنتوا هنا في النسخ تعادكم شنو أفضل، ها أفرض من الفرض، من الفرض على وزن أفعل. يعني إذا كان جهاد الشيطان أو جهاد الهوى فرضا، فجهاد النفس أشد فرضية، أفرض وأيضا أفضل. قال وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد الدنيا. فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصل إلى جنته، ومن ترك الجهاد فاته من الهدى بحسب ما عطل من الجهاد. هنا ذكر أربع أشياء، ذكر النفس، النفس تركا إلى الراحة وإلى الكسل وإلى المعاصي فتجاهد هذه النفس، وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتجاهد الهوى، الهوى ما ترغبه النفوس وتهواه، إن كان من باب الشر تجاهد هذا الهوى. وجهاد الشيطان، وهذا معروف بالاستعاذة بالله من الشيطان وبمعرفة يعني مداخل الشيطان ووساوسه والابتعاد عنها. قال وجهاد الدنيا،
هذه الدنيا تفتح على العبد فيجاهدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. جاهد هذه الدنيا، لا تركن إليها. فمن جاهد هذه الأربعة: النفس والهوى والشيطان والدنيا، هداه فمن جاهد هذه الأربعة في الله، مش تجاهد لأمر دنيوي، وإنما في الله القصد وجه الله سبحانه وتعالى، وجه الله، لأنه قال: والذين جاهدوا فينا، أي في الله تعالى، هداه الله سبل رضاه، السبل الموصلة إلى رضا الله تعالى، وهي الصلاة والصيام والقول الحسن والتوحيد والسنة. قال: هداه الله سبل رضاه الموصل إلى جنته، هذه السبل توصل إلى جنة الله تعالى. ومن ترك الجهاد لم يجاهد نفسه ولا الشيطان ولا الهوى ولا الدنيا، فاته من الهدى، أي من معرفة طريق، من معرفة طريق الحق ومن سلوك طريق الحق، بحسب أو بحسب ما عطل من الجهاد. فكلما ركن إلى نفسه فاته معرفة طريق الهدى وسلوك طريق الهدى، وكلما جاهد نفسه وجاهد الشيطان وجاهد هواه وجاهد هذه الدنيا فإنه يعرف الحق ويسلك طريق الحق. قال الجنيد: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة، أي يعلق على الآية ويشرح ويفسر: والذين جاهدوا أهواءهم فينا بالتوبة، بأن تابوا إلى الله تعالى وجاهدوا هذه الأهواء، لنهدينهم سبل الإخلاص. ولا يتمكن من جهاد عدوه في الظاهر إلا من جاهد هذه الأعداء باطنا، فمن نصر عليها نصر على عدوه، ومن نصرت عليه نصر عليه عدوه. الزول يا جماعة يجاهد نفسه في الباطن ثم يجاهد عدوه في الظاهر. أصل أنت عندك أربع أعداء: الشيطان ودعاة الباطل كأصحاب السوء وكأئمة الضلال، وثالثا الكفار، ديل الثلاثة برا، وفي عدو داخلي النفس. النفس جوا عندها أهواء وتركن إلى الشر، وكما سبق إلى الكسل والراحة والدعاء والتنعم، فتجاهد هذه النفس، فإذا غلبتها استطعت أن تجاهد الأعداء الظاهر، الأعداء الظاهرين الذين هم خارج النفس، كما قال ابن القيم رحمه الله: النفس عدو داخلي والشيطان عدو خارجي. وفي سنة الجهاد: قاتلوا الذين يلونكم، أي تبدأ بنفسك فتجاهد هذه النفس، ثم تجاهد الشيطان وتجاهد أصحاب السوء ودعاة الباطل وتجاهد الكفار والمنافقين إلى آخره، وتجاهد الكفار. قال: فصل في العداوة طويل، أي ده نجيه إن شاء الله الأسبوع المقبل إذا مد الله في الأجال ووفق، لأنه طويل والزمن قرب ما بكفي، الله أعلم ما بكفي، فنجي إن شاء الله المرة الجاية. فالزول الليلة يستفيد فوائد منا: التذكير بأن هذه الأعضاء إذا استعملت في الطاعة كانت سببا لكمال العبد،
فيستخدمها في طاعة الله سبحانه وتعالى. ومنها أن العبد إذا اتقى الله كفاه الله أمر آخرته، وإذا دعا الله في الدنيا وأجمل في الدعاء كفاه الله أمر دنياه، ومع هذا يعمل بالأسباب الموجبة للخير في الدنيا والموجبة للخير في الآخرة. في الدنيا تعمل السبب وتسأل الله، وفي الآخرة تعمل السبب تتقي الله سبحانه وتعالى وتعمل وتدعو الله جل سبحانه وتعالى. وكذلك من الفوائد أن يجتنب العبد المآثم والمغارم، فلا يفعل فعلا يوجب عليه الغرامة في الدنيا، ولا يفعل فعلا يوجب عليه الإثم والخسران في الآخرة. كذلك من فوائد المجاهدة، يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان. وأي زول فينا جماعة يشوف عيوبه يحاسب نفسه، يشوف عيوبه ويصلحها. يزول تلقاه خلاص بقى مستقيم، بس عنده معصية واحدة ما قادر يخليها، يجاهد نفسه لما يتركها. البصر والبسمع غنى والبسجر والإلى آخره. فأي زول يجاهد نفسه حتى يترك يعني أسباب الخلل ليذهب إلى الله تعالى وهو تقي وهو نقي، فينجيه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.